فوز فوز ثمين جدا اليوم. لاعبين جينا بنية الفوز لأن هذه فرصة لنا باش نكبروا في الراس تاعنا. الحمد لله اللاعبين كانوا في المستوى، لأن الفوز كان منطقي بعد الشوط الأول اللي كان في المستوى، عرفنا كيفاش نسيطروا على المباراة. سجلنا هدف، خرجنا منتصرين، ولكن كنا عارفين الفريق فريق مشريح يرجع في الدقائق الأولى وكان يعطي كل بقوة. السجل عدل على النتيجة، ولكن بعدها الفارق البدني كان أحسن. احنا درنا ثلاث تعديلات، واحد في وسط الميدان وزوج مهاجمين، كنا كانت النية تاعنا صادقة باش نفوزوا. الحمد لله سجلنا الهدف الثاني اللي خلانا نفوزوا اليوم بكل بيسكول صراحة. أظن بأن الفريق تاعنا كان أحسن. شوف المقابلة تاع اليوم ضد وسليم يعني كانت رايحة للتعادل، يعني احنا حتى اليوم باش دخلنا المنافسة يعني فريق محضر، يعني في ظرف أسبوعين قدرنا نكونوا تشكيلة شابة، وعندنا ما يخفى لكمش عندنا 19 إجازة ماهوش ساهل، فريق شاب لعبنا، لاعبين نشكروهم داروا مقابلة مليحة في آخر دقيقة سجلوا الهدف الثاني علينا واتسلي بصحتهم، وإحنا ما زال كما يقول لك الخدمة وما زال نزيدوا نشتغل. بون السلام عليكم، كما شفت المقابلة كانت صعيبة علينا اليوم، وين لا بريباراسيون وين بدينا روطار ما بدا كاش ماتش ميكو، وين هذا بريمي ماتش تاعنا طول ما لعبناش ماتش ميكو، هذا هو بريمي ماتش تاعنا. ان شاء الله الشعب هذا اللي يوقف معنا ان شاء الله راه ديجان اللي فيها خير ربي يجيبها ان شاء الله. السلام عليكم، وشفت اليوم مقابلة ما كانت سهلة، كنت خصم كان عنيد من لعبنا في الملعب تاعو، ثلاث نقاط مهمة جدا بالنسبة لنا. ان شاء الله نكملوا في هذا المنوال تاع نتائج ايجابيه. كما يقولوا نشكروا كاع لي جوار، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، الناس كاع اللي واقفه، البريزيدون، الناس كاع اللي واقفه مع هذا الفريق. ان شاء الله يكون عند حسن الظن تاع الناس اللي داروا فينا الثقه هذه، وان شاء الله فيها خير. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.